بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نلتقي في المجلس الوطني للتخطيط في هذه الندوة من أجل تنمية أفاق اللي هي عملية النقل والمواصلات والعمليات اللوجستية الخاصة بها. الندوة الحقيقة أننا نعتبرها ندوة مثمرة من أجل زي ما نقول إنتاج ووضع خطط أو وضع ترتيب خاصة بتنمية النقل بمختلف أنواعه، سواء كان النقل البري أو الجوي البحري. الأمر هذا يعني يترتب عليه مجموعة من الخطط الاستراتيجية في مشتملات النقل المختلفة، سواء كان النقل البري اللي هو بمشاميله، اللي هو سواء كان النقل السككي أو على الطرق إلى آخره، أو النقل الجوي والنقل البحري أيضا، وربط هذه عمليات النقل مع بعض البعض. هذه دائما تحتاج إلى خطط. أيضا حتى منظومة النقل لست مستهدف بها محليا فقط، أنت مستهدف بها على مستوى إقليمي، على مستوى دولي أيضا. فعمليات النقل متاعك اللي تحدث من البلدان يجب أنك تربطها وفقا للمنظومات والإجراءات الدولية والإقليمية. يعني كل دولة عندها قوانين خاصة بها، يجب أنك أنت من الناحية الإدارية تربطها من ناحية القوانين. هذا تبي توفر سلامة النقل للمواطن. يعني المواطن لما يبي ينتقل من دولة إلى دولة بتعرف عليه وين طب وين مشاشين الأحداث اللي صارت له، وهذه هي المنظومة اللي تحدث فيها الآن. اليوم النقل حتى مربوط في شبكات إلكترونية لمعرف، حتى من الناحية الأمنية النقل مربوط بمجموعة من القطاعات المختلفة، سواء كان الأمني الصحي النقل ذوي الاحتياجات الخاصة إلى آخره. فكل واحد مستهدف في عمليات النقل أو حتى نقل الشركات والبضائع الأخرى المختلفة. فلذلك أنت بتأمنها بخطط معينة باستراتيجية. مثل هذه الندوة هي اللي تحدد معالمك وأفاق عمليات النقل. حقيقة رغم أن فيه البعض يعتقد أن ما فيش عملية نقل نوعية في عملية النقل، وخاصة في المرحلة المستهدفة لمدة سنتين، إلا فيه نقلة نعتبرها نقلة جادة وعلى أثر الواقع الآن متواجدة في سواء كان شبكات الطرق أو خطوط النقل الجوي أو خطوط النقل البحري إلى آخره. وبدأت زي ما تقول دولة ليبيا عن طريق حكومة الوحدة الوطنية تعيد الثقة الدولية والمحلية والإقليمية ما بين أهداف عمليات النقل وفي إجراءات مختلفة.